السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله بخير بصحة وعافية. توقع كل شيء واضح، اليوم عندنا قصة، موضوع خف، جيب لك أكل، جيب لك أي شيء، واسمعوا إيش راح نسولف فيه اليوم. مثل ما أنتم عارفين إن القصص تعطينا دائما دروس، دائما تعطينا مواقف، تعطينا أشياء قديمة، تعطينا ناس قد جربوا تجربة وخاضوا التجربة هذه. القصص هذه أغلبها تروى قصص حزينة وقصص حماسية عشان تقدر تستعد للمستقبل، وفي منها القصص اللي يكون تاخذ منها العظة والعبرة. عندنا مثل قديم أو ما أدري شو يسمونه اللي هو تعلم من خطأ غيرك. قصة اليوم يا جماعة الخير هي بالأصل مو قصة، هي واقع صار وقاعدة تصير الفترة الحالية هذه بكثرة. ممكن 70% من الناس اللي تعرفهم، ممكن أنت، ممكن أهلك، ممكن اللي حولك، كلهم دخلهم المادي يكون قليل، ما يكون عالي بشكل مرة كبير، وطبيعة ابن آدم طماع من ناحية الفلوس. يعني بيني وبينك لو يجيك عرض على شيء ما يستاهل، مثلا يقول لك اطلع من المكان هذا للمكان هذا وراح أعطيك مثلا 3000 ريال، والمكان هذا تقدر تجتازه خلال 5 دقائق، فأكيد أنك راح توافق بمن هذا ما يسبب لك أي مخاطر. بس هذه كلها عمليات تدريجية يسويها لك الشخص اللي حاب يحتال عليك. ذكرنا قصص كثيرة زمان عن الناس اللي كانوا يحتالون بأسلوب ذكي، طبعا مو أسلوب ذكي مرة، بس كيف ذيك الفترة أسلوب ذكي، اللي هو يتصل عليك كأنه موظف البنك يقول لك السلام عليكم فلان الفلاني، تقول أي نعم حياك الله، يقول طيب حنا موظف من موظفين البنك، ويعطيك رقم بطاقة، تعطيك إلى آخره واسمك وكم في رصيدك. بعد فترة يقول تحتاج بيانات، عطنا الرقم اللي راح يجيك في الجوال. بعد ما تعطيه الرقم اللي راح يجيك في الجوال، حرفيا راح يروح عليك شيء داخل الحساب. كثير منكم يحسب هذه خزعبلات او اشياء كذبيه، لا انا اكلمكم من ارض الواقع، قد مريت بهذه المواقف من ناحيه الاحتيال، وكنت ماسك احد المواقف هذه من ناحيه الاحتيال. بس قصتنا اليوم ترى مختلفه ومشابهه في نفس الوقت. طيب اسامه وش القصه، وش السالفه، وش المواقف اللي قاعده تصير الفتره الحاليه هذه وحنا ما ندري عنها؟ موقف اليوم بكل اختصار، في شخص دخله المادي بسيط، كان دخله 7000 الى 6000 ريال شهريا، وكانت عنده بعض الأمور العائلية اللي يقدر يغطي فيها احتياجات. يعني المبلغ هذا كان يمشيه لين نص الشهر، تاريخ 20 الراتب مخلص. توقع هذه أكثر حالاتنا اللي قاعدين نمر عليها الآن. المهم أن هذا الشخص دخل المادي كان متوسط، وكان يطمح أنه يطور من نفسه، أنه يمتلك مبالغ كبيرة. استمرت الحياة وهو قاعد يصرف على أمه ويصرف على أخته وعلى أخوه، جزاه الله خير ما قصرف على أهله حبة حبة، لين ولدهم اللي أصغر منه كبر وتوظف وصار يساعده في صرفية على البيت. خلنا نطلق على الاثنين هذولي اسمين، مثلا نفترض محمد وخالد. حنا سلفتنا مع خالد، اتوقع القصص كلها على شخص اسمه خالد، فاللي يسمعني اسمه خالد ترى احنا ما نقص. خلنا نقول لكم موقف بكل اختصار. خالد سمع في ذيك الايام باشياء على الانترنت، وان الانترنت يدخل له فلوس. ترى السالفه هذه قريبه، يعني مو بعيده، في 2019 على دخله 2020. طبعا خالد سمع بالكذبات اللي قاعده تدور في مجال السوشيال ميديا، 100% ما راح نقول بنسبه كبيره، اللي هي يقول مثلا هنا الشيء هذا يجيب لك فلوس، التسويق وما ادري ايش. المهم في اشياء منها صدقيه، في اشياء منها اكتراوس ولي. المهم خالد هذا قرر الله يسلمكم انه يدخل في نظام اللي هو التسويق، انه ياخذ بضاعه ويجي يحطها مثلا في امازون في احد المنتجات ويبيعها. طبعا الشغل هذا كله ما يحتاج المبلغ مادي وراس مال عشان يقدر. كان الموضوع هذا ايزي لابعد درجه له، وكان ما يكلف ولا ريال حرفيا، انه ياخذ زي ما تقول بضاعه من البقاله وياخذها ويحطها عنده في متجر الكتروني ويبيع. اذا حد شراها اخذها من البضاعه اللي هناك وداها للرجال هذاك على ان البضاعه موجوده عنده. المهم ما علينا، في اللحظه اللي كان قاعد يبيع فيها خالد صار يحصل فيه فلوس من الانترنت، صدقت معاه المقوله ان الانترنت برضو في خير تقدر تطلع منه راتب. قال خلاص دام الموضوع كذا، في نظريه تقول كثر مصادر الدخل قلل الله يسلمك اللي هو المصروفات. يعني كيف؟ خلي اللي يجيب لك فلوس مثلا 6 مصادر 7 مصادر، مصروفاتك قللها كذا راح تطلع غني. المهم اتبع المقوله هذه، قال خلاص انا بما اني ماسك قاضي خلني اعطي اخوي الاصغر منه اللي ما ادري وش الاسم اللي اطلقنا عليه، خلني اعطيه يمسك المواضيع هذه وراح اعلمه بعض الاشياء وهو يصير مستمر فيها. المهم والله عطى اخوه، واخوه ما شاء الله ما قصر يشتغل وشغله مره كويس، وكان مبدع، والله مبدع مره مره مره. سامج دراك مبدع، شكلك تعرفهم. يب اعرفهم، قاعد اقول لكم السالفه من قلب الحدث. المهم خالد ذيك اللحظه اللي كان يدير فيها الاشياء هذه وحقه المتاجر تعرف على اجانب ذاك الوقت، والاجانب هذولي من روسيا، في منطقه هناك في روسيا والله ما ادري وش، بس انهم اجانب روسيين. طبعا وش معروف عندنا عن الروسيين وفي العالم كله؟ معروف عنهم اللي هو نظام التكريك والهكر. المهم خالد مطفي اللمبات، تعرف عليه، عرض عليه
الأجنبي هذا عرض جبار، لو جاك في أي وقت راح توافق عليه غصب. وركز معاي وشغل إذنك في الدقائق هذه حرفيا، المواقف هذه قاعدة تصير الآن وفي ناس قاعدة تصدقها. المهم عرض عليه عرض قوي مرة. وش قال له؟ قال له اسمع يا خالد، أنا راح أقدم لك خدمة أنت ما تحلم فيها. طبعا خالد في البداية قال وش الخدمة هذه اللي أنا ما أحلم فيها؟ وقال ما راح تاخذ من وقتك إلا ممكن 6 دقائق 7 دقائق للأمور كلها خالص. يا ساتر. خالد قال هل الخدمة هذه راح تجيب لي فلوس تقدمها لي؟ قال راح تخليك ترى الناس الموجودين عندكم في العائلة. طبعا خالد صدق وقال بركب اخر موديل، بروح اي مكان ابي، بسافر لاي اتجاه ابغاه، وش عرضك وش راح نسوي؟ قال اسمع الله يسلم، الموضوع كالاتي، انا عندي فيز. طبعا تعرفون وش الفيز؟ اللي هي الفيزا حقت اشتريات. قال انا عندي فيز كثيره حقت اخوياي وما يبغون، وفيها مبالغ يتصدقون علي. كان الاجنبي يقول له كذا انهم يتصدقون عليه لانه هو يحسبون انه فقير، وكانوا يعطونا الفيز، يعطونا 6 7 فيز هو يستخدمها في شراء المنتجات. قال اسمع العرض كالآتي، الله يسلمك، أنا أشتري منتجات من بعض المتاجر. وش المنتجات؟ بعض المتاجر مثلا يشتري جوالات، يشتري أشياء زيك، بس لي لمت معين في لحظة الشراء. مثلا كل فيزا تقدر تشتري 3 جوالات أو 4 جوالات، ما تقدر تزود أكثر لأنهم مانعين أسلوب التجارة في هذا المتجر. يعني ركز معي، إن جيت تبغى تشتري من المتجر أوكي، دخلت على المتجر هذا قال انا ما اعطيك الا 2 غيره ما اقدر لانك شخص واحد، كل شخص له حبتين فقط. النظام زي كذا ينطبق على الفيزا، كل فيزا لها 3 أو 4 جوالات. قال طيب وش فايدتي انا في الموضوع هذا؟ قال حبيبي انا راح ابيعك الفيزا اللي فيها 2000 دولار 300 دولار. استغرب خالد، شيء تبيع لي فيزا هذا المبلغ؟ قالت لا تشيل هم، انت عليك تجيك فيز باسماء وتشتري. قال له طيب هل النظام هذا مو ممنوع؟ هل هذا فيه مخاطر؟ هل هذا راح يسبب لي مشاكل؟ قال له لا حشا وكلا والا ان هذا النظام أكثر الناس قاعدين يمشون فيه. ما صدق خالد في البداية، قال خلاص خلني أدفع 300 دولار أغامر فيها ممكن تضرب. صدق أطلع بدال الفلوس اللي معي هذا أطلع زيادة، يعني 300 بتعطيني 2000 دولار ترى شيء مرة قوي. خالد في البداية كان يحسبها أمور تجارة مسكين. المهم خالد صدق أعطاه 300 دولار وخذ الفيز هذه وشرى فيها جوالات، وصلت له الجوالات. استغرب خالد، قال شكل الشخص هذا صادق. قال المرة ما أبغى أشتري منك 2000 دولار، أبغى أشتري منك ب 5000 دولار، كم تعطيني إياها؟ 500 أو 600 دولار. المهم دفع له وعطاه برضه. كلنا نحسب في البداية وش هذا الرجال كريم يبغى يوقف معاه؟ لا هذا الرجال الله يسلمكم قاعد يسرق الفيز هذه وقاعد يوهق الشخص هذا اللي اسمه خالد. كيف أسامة يسرق الفيز ويبغى يوهق خالد؟ يعني يسوي عملية يجيب الفيز هذه، يصنف الفيز هذه للناس ويستخدم في بعض المواقع بدون تحقيق أمان. أدري في ناس بتقول طيب بتجي رسالة على الجوال، لا في بعض المواقع الأمريكية بدون رمز أمان نهائيا. وعلى السالفة هذه الصدق أنا يوم قبل يوم كنت بطلع أمريكا بدرس دفعت للمعهد عن طريق فيزتي بدون ما يجيني أي كود حرفيا. يعني لا حد يسوي قافط ويقول طيب في كود أمان يا أسامة شكلك قاعد تلعب علينا. لا لا والله. المهم خالد صدق الكذبة هذه وصار ياخذ من البطاقات هذه وصار يشتري بعض الأشياء، وصار مثلا تجي الجوالات يبيع الجوالات في محل الجوالات وياخذ الفلوس كاش. استمر على النحو هذا ممكن حوالي أسبوع أو أسبوعين على النحو هذا. المهم الأجنبي عرض عليه عرض كبير مرة. قال له اسمع يا خالد، كل شوي تجي تشتري مني، يعني مرة تشتري 5000 مرة تشتري 3000 دولار، تاخذها طبعا 500 300 دولار، يا أخي ليه ما تاخذ مبلغ كبير مرة واحدة وتفكني؟ طبعا الأجنبي اللئيم اللعين هذا كان مفكر قبله أنه يلعب عليه أسلوب خبيث. شوف ايش سوى. خالد قال ها اوكي ما في مشكله، بفكر وبعلمك بحدد لك المبلغ اللي ابي. المهم خالد ذاك اليوم قام وجمع اخوياه، اتفق مع اخوياه قال اسمعوا انا اعرف لكم شخص عنده الله يسلمكم فيز ويقدر يشتري لنا اي شيء من برا ويجيبه لنا السعوديه. تخيلوا مثلا شيء سعره 1000 دولار ياخذ علينا 100 دولار. صدقوا اخوياه السالفه هذه. قال متاكد؟ قال والله العظيم انها جيتني، ويوريهم الجوالات والصور اللي صورها وما جت الطلبيات. المهم ان اخوياه كلهم صدقوا، كلهم حوالي 3 و4، كل واحد ينادي الثاني، تبغى تشتري معنا تعال، مدري ايش تبغى تشتري معنا تعال. المهم خالد ذاك الوقت جمع مبلغ 10,000 دولار اللي هو ما يقارب 40,000 ريال. ال 4,000 دولار هذه راح تعطيه حدود 40,000 دولار 45,000 دولار، يعني راح تعطيه فيز معدده وهو يقدر يشتري فيها ويجيب الجوالات لين هنا. المهم اخونا في الله خذ المبلغ هذا وراح حولها بيتكوين وارسلها للشخص هذا عن طريق البيتكوين. طبعا اسامه ليه حولها بيتكوين؟ ليه ما حولها باي بال وارسلها عن طريق البيتكوين؟
البنك. طبعا مثل ما انتم عارفين بيتكوين اذا انت حولت المبلغ مستحيل ترجع المبلغ او ترفع بلاغ، خلاص انت السالفه، انت ضغطت ارسال ما عاد تقدر تسترد المبلغ نهائيا. المهم حول له المبلغ هذا وينتظر الاجنبي يرد عليه اللي واثق فيه. اول ما حول له قال الاجنبي خلاص ممكن نص ساعه 45 دقيقه بتوصل. هي صدق البيتكوين في بعض المحافظ تاخذ من نص ساعه الى ساعه عشان توصل. المهم المسكين حبيبي ينتظر ان الاجنبي يرد عليه ويرسل له الفيز. انتظر اليوم الاول، انتظر اليوم الثاني، انتظر اليوم الثالث، وحرفيا ادرك انه قاعد يستغل. ايقن انه صدق اللعب عليه، انه صدق ان الشخص هذا كذب عليه وما يدري الحين وش يسوي وش موقفه قدام اخوياه اللي وثقوا فيه. المهم اختفى على انظار حوالي اسبوع او اسبوع ونص، كل ما يقابل اخوياه قال خلاص طلبت لكم، اخوياه مجهزين له لسته، يبغون لابتوب، اللي يبغى ايباد، يعني طالبين اشياء كبيره. المهم بعد مرور اسبوعين خالد قرر انه يعترف لاخوياه ويقول لهم انه اللعب عليه. طبعا راح لاخوياه قال ميد اخوياه يا شباب ترى انا اللعب عليه، في منهم اللي صدق وفي منهم اللي كذب هذا الشخص. انت لو في محله مستحيل تصدق، بتقول اكيد انك انت برضو لاعب عليه، ليه انت توديني الطريق سيء. طيب اسامه والشطاري ليه قلت السالفه هذه؟ لان السالفه هذه قاعده تصير في الوقت الحالي هذا، في اجانب يدخلون على الناس يقولون لهم السلام عليكم اهلا وسهلا حبيبي، ان عندنا حسابات بايبال، عندنا بطاقات ائتمانيه، حاب تشتريها؟ تقول طيب انا ايش بسوي فيها؟ بيقول لك حساب بايبال حبيبي فيه مثلا 5000 دولار خذها ب 200 دولار، فيزا مثلا فيها 5000 دولار خذها ب 200 300 دولار. طبعا في ناس كثيره بتقول اوه اسامه هذه وينها؟ تكفى نبغاها. للاسف انك انت لو مسكوك على هذا التلاعب وهذا الشيء اللي قاعد تسويه راح تروح تين داهيه حرفيا، لان هذا اختلاس مالي. بتقول انا مشتري؟ لا برضه حتى لو انك مش تعرف انه هو قاعد اختلاس او قاعد يكذب على الناس فانت مشارك في العمليه هذه. في هنا وصلنا نهايه مقطعنا وسالفتنا لهذا اليوم. بلغوا كل الناس اللي قاعده تمر عليهم السواليف هذه وقاعد يلعب عليهم بالاسلوب هذا، بلغوهم ان هذه السالفه كذب، انتبه احد يحتال عليك. الشيء الاخير لا تنسى تتابعني سناب انستغرام كل مكان. حياكم الله يا جماعه الخير، السلام عليكم.